النهاردة في برنامج رد الجميل جايين نزور نجم كبير، نجم من الزمن الجميل، موهبة جميلة ورائعة عدت على تاريخ الكرة المصرية. النهاردة جايين نزور نجم المنيا السابق ونجم منتخب مصر السابق الكابتن هشام عبد الرسول. كابتن هشام، كل سنة وحضرتك طيب ومنور قناة الأهلي. أهلا بيك كابتن أسامة وبقناة الأهلي وبنادي الأهلي، وكل عام وانتم بخير وشرفتوني في بلدي. وكل ليه؟ يعني بالك فترة مزارش في الإعلام، وحش كل جماهير الكرة المصرية، وهم وحشين كتير جدا والمجال عامة خاصة كرة القدم، إنما هي البعد نظرا لظروف العمل، التواجد طبعا في الإقامة في البلد وظروف العمل أغلبه في البلد، فده اللي مخليني يمكن بعيد عن الأضواء بعض الشيء يعني. كابتن هشام عبد الرسول نجم كبير، نجم نادي المنيا ونجم كبير في منتخب مصر. البداية كانت هنا في المنيا؟ البداية من هنا، مكان تواجدك يا أسامة. مركز صملوط يعني. يعني بدأت في مرحلة الصغر بلعب كرة كلنا في المنطقة، في الحتة، في الشارع، في الحي اللي هو منطقة الريفية. وبعدين المدرسة الريفية الابتدائية، وبعد كده الإعدادية بقى رحت مركز الشباب صملوط. بدأت هناك، كان في طبعا شخصية جميلة جدا بيحب الكورة ومحب للعبة الكورة، وكان اسمه كابتن ربيع. ده الشهرة بتاعته عندنا كابتن ربيع، أخونا كبير وولدنا، كان بيجمعنا وبدأ يحط رجلنا، ينقل المميزين ويحط رجلنا على ده اللي حبيبكم في الكورة. ده اللي حبيبنا في الكورة، وكان والله الراجل بيجيب الكور من عنده على حسابه في الملعب. ممكن نتمرن في أرض، هبوريها لكم لو في سمحت الظروف. أرض بعيد عن أرض كانت اسمها أرض السوق يعني. وبعد كده انضم بينا، اتسجلنا في مركز الشباب، وبدأنا هلم جرة بقى نلعب مراحل الناشئين المتعاقبة يعني. لحد يعني دي كانت مرحلتي في صمرو، إضافة طبعا أنت عارف اللي هو دوري المدارس ودوري الإدارات وخلافه. وبعد كده سنة 82 وأنا في السنة العامة بدأت ألعب بقى منتخب مناطق، منتخب اللي هو القاهرة والصعيد والكلام ده، كنت يعني مميز. حتى أنا رحت منتخب مصر للناشئين سنة 82 من مكاني هنا من صملوط. كان هيدر جوت لسه بتلعب في مركز الشباب صملوط. كان هيدر جوت ألماني، خبير ألماني، كان معاه كابتن فتحي نصير وكابتن شحت الإسماعيلي الله يرحمه. كان جيل علاء عبد العال، الوشاحي، محمد وهبه، كان نادي الاهلي اسماعيل يوسف، ايمن يونس، نادي الاهلي كان علاء ميهوب. مجموعه حلوه جدا يعني كده يعني. فروحت هناك كنت ثانويه عامه ورحت منتخب، بعدها على طول انتقلت النادي المنيا يعني، مرحله جديده بالنسبه لي يعني، وكنت صغير. اول مكافاه خدتها وانت في نادي صملوط او مركز شباب صملوط وانت صغير تفتكرها؟ افتكرها. خدنا كان في بطوله اسمها الانشطه المتكامله. كانت شمال الصعيد. شمال الصعيد ده عباره عن 5 محافظات، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، الوادي الجديد. فدايما كنا نعمل حاجات جميله جدا ايام زمان، تجمعات للخمس من للمنطقه، القطاع اللي هو شمال الصعيد. يلعب تنافس بقى في كل الالعاب، زي مصغره للدوره الاولمبيه في كافه الالعاب، نتجمع في محافظه ما. فكان في تجمع عندنا في المنيا هنا، فاخذنا احنا بطوله شمال الصعيد الفرقه لكره القدم يعني. حلو. فتكرمنا في مركز شباب صملوط، فانا فاكر خدت وقتها 10 جنيه تقريبا شهاده استثمار يعني، خدتها من وقتها. كان شخصيه ممتازه عندنا، كان رياضي وراجل الله يرحمه، كان مصطفى عامر، كان عضو برلمان، كان اخو المشير بحكي معاه يعني، كان هو المتولي الموضوع في مركز شباب صملوط. ومين اللي بلغك بقى وقت ما رحت منتخب مصر الناشئين؟ جه التلغراف على المنطقه، كانت وقتها زمان كان اتحاد الكره ليه مناطق. فكان في منطقه كره قدم في المنيا، كان بيرأسها وقتها ولد الكابتن يحيى صدقي، ولد ولسه ما زالت دلوقتي المناطق موجوده برضه، ولد الكابتن الكبير حماده صدقي الله يرحمه، والكابتن الحاج يحيى كان هو بيشرف علينا في منتخب مناطق وكده. فجت التلغراف على على المنطقه، فبلغوا طبعا المركز شباب صملوط بالتليفون طبعا العادي الارض وقتها، ابو تحدى ان هشام تم اختياره وترشيحه للمنتخب يعني. سافرت وانا في قبل امتحان الثانويه العامه بحاجه بسيطه يعني. ولعبت في منتخب مصر الناشئين؟ لا، رحنا هناك. قعدونا فين؟ في النزل بقى وقتها، الاقامه بتاعت اللعيبه كانت في مبنى الاتحاد، اتحاد الكوره. وكنا ناكل ونتغدى ونتعشى في النادي الاهلي. حلو قوي. ونتمرن في ملاعب الجزيره. يعني كله جنب بعض، جنب بعض، اتحاد الكوره، النادي الاهلي، مركز شباب الجزيره. بالظبط. فروحت في الحقيقه طبعا، كان انا كنت هداف الجمهوريه في المناطق. من هنا من صنوط، حتى الحاج يحيى اصر ياخدني، وكان الناس اللي بتتابع على المباريات، وكان الكابتن كشاف بتاع النادي الاهلي وقتها، كان الكابتن مصطفى حسين ابو الاشمال. كان ماسك القاهره، وكان الكابتن علي شرف الزمالك
فكانوا دايما بيقولوا الولد ده يعني ايه، انا هدافه باين في الفرق وباين مع المجموعه. فالمهم ترشحت منتخب ونزلت تمرين في ملعب الجزيره وخلافه. فالكابتن فتحي نصير انا فاكر في اول تجمع قال لي ايه صمالوط دي، لما نادى عشان عشان صمالوط قال لي ايه صمالوط دي، مش عارف دمه خفيف يعني. فقلت له قلت له بلدي يا كابتن فتحي ومركز شباب. قعدت معاهم تقريبا اسبوع وانا ماشي بقى انا يعني كابتن شحت الاسماعيلي الله يرحمه خدني كده يعني بامانه يعني، خدت حضرته وقال لي بص يا هشام حبيبي انا هشوفك يوم في نجم في منتخب مصر الكبير، تنبأ لك من بدري وما تزعلش يا حبيبي المره دي، لانه حس ان انا ايه مش هتواجد في المجموعه بتاعت اللي هي مع هيدر جوت يعني. انما خدني كان هو مساعد، كان مساعد مع هيدر جوت وقال لي انا شويه كده وانا متاكد هحبه اشوفك منتخب مصر الكبير ان شاء الله. الله يرحمه يعني. قعدت اسبوع وما كملتش مع المنتخب ورجعت امتحنت الثانوي الحمد لله وفقت ورحت الجامعه، وبعد كده انتقلت النادي المنيا. بدات تسمع بقى وانت صغير منتخب مصر الناشئين وبتلعب في دوري المدارس ودوري المناطق ما شاء الله، سمعت مين بقى اللي هيبدا يشوف الموهبه هشام عبد الرسول عشان يبدا يوديه نادي المنيا وتبقى هي دي بدايه الانطلاقه يعني. الله يرحمه. بصوا طبعا كان صمالوط هنا عارفين، وانا كنت بلعب منتخب سنه على فكره، خدت افضل لاعب منتخب سنه على مستوى الجمهوريه سنه 82، وكان معايا وقتها ربيع السيد في الفرقه وكان معايا نجوم كتار جدا يعني. دوري المدارس كان فارق وقتها، كان ممتاز يعني. كنا بنلعب نصف الصعيد وبعدين نروح نصف في القاهره، لعبنا القاهره لعبنا البحر، بس الغربيه كسبتها في النهايه بضربات ترجيح. الكابتن يحيى صدقي كان ماسك المنطقه زي ما قلت حضرتك قبل كده، وكان ماسك المنتخبات ديت وكان في مدربين بيمرنوا المنتخبات كانوا برضو متواصلين مع نادي المنيا. وكان في شخصيه كبيره قوي كرويه كابتن مولستوفي يعني الله يرحمهم جميعا، كان شافني وقالوا لي فاصر ان هو لازم ياخد هشام يجيبوا المنيا. كان وقتها جالي انا نادي الزمالك قبل ما تنتقل في نفس المنيا. التوقيت لسبب كان المهندس حسن عامر رئيس الزمالك، ما هو من بلدنا من صمالوط يعني هنا وعرفوا عني وسمعوا عني فقالوا ناخده الزمالك. وكان الكابتن علي شرف اصر وبتوع الجيزه لما شافوني معاهم وكده قالوا الولد لازم يجي عندنا الزمالك. المهم كان عندك كم سنه وقتها؟ كان 18 الا يعني 17 وكسر يعني. طبعا غلب المنيا لاسباب عده، ان انا وحيد على بنات ووالدي مسافر فانا لازم اقعد هنا ارعاهم يعني. تفضل مقيم هنا في المنيا. وخلصت سنه ودخلت كليه علوم جامعه المنيا فبالتالي علوم جامعه المنيا والمنيا واخواتي والدي لا كورتي والكلام دوت ايام زمان يعني. فطبعا كان الاختيار او النصيب ان انا اكون موجود في نادي المنيا يعني. اول مباراه مع نادي المنيا في الدوري الممتاز طبعا عمرك ما تنساها. هو اول مباراه ليا رسميه كانت مع نادي المنيا، كانت ضد نادي المحله في المحله ده انت رايح على مباراه تقيله. كان قبلها بقى الدوره الصيفيه كان الدوره الصيفيه في نادي الاتحاد السكندري بينظم دوره صيفيه الدوره التنشيطيه دي الاستعداد. برافو عليك يعني كان في حاجات حلوه ايامنا والله. فكان المحله. فالمهم قال الكابتن عزيز جرجس برده كان مدرب الفرقه مع كابتن يوسف الله يرحمهم جميعا، قال التشكيل، فانا مش في التشكيل فزعلت وعيطت يعني. انا في الاحتياطي يعني فاتضايقت وكده، مش اتضايقت مع نفسي يعني فحسوا بيا يعني اللعيبه وكان فرح خدوني في حضنهم وكده وقعدت ونزلني الشوط الثاني اخر نص ساعه يعني. لعبت مباراه ممتازه وتعادلنا مع نادي المحله في المحله في التوالي تقريبا 1-1 او 0-0 يعني. كان الموسم ده موسم 83 سنه 83 ما شاء الله الكابتن هشام عبد الرسول يعني 6 مواسم في نادي المنيا لكن تظل يعني من الاسماء التاريخيه في نادي المنيا 55 هدف. والله بص انا نسيت برضو في النشأة اقول لك ان انا اصلا راس حربه وتعودني كابتن ربيع كان ليه دور وانا طبيعتي مهاجم يعني وزي كده يعني اليمين شغاله الشمال شغاله هداف الفتره وكنت بلعب معاهم وانا صغير خالص فريق الاول بتاع مركز السمرود فكان ممكن العب نص ملعب شمال نص ملعب يمين العب ما اقولش لا يعني العب وادي الدور اللي عليا فانا طلعت ان انا بحس عندي سنس اللي هو التهديف سواء من الداخل او ال 18 او من خارج ايه 18 لو جيت من نص الملعب او خلافه فتعودت على كده. الموسم الاول في نادي المنيا مش هتصدق يمكن احرزت هدف بس او ما احرزتش برغم لعبت عدد كبير جدا مباريات، كنا الدوري 12 فرقه برضو معلومه مهمه للساده المشاهدين، موسم الثمانات لحد فتره كبيره كان 12 فريق فقط في الدوري الممتاز وكان زيهم في الدرجه الثانيه يعني شوف المستوى قد ايه طبعا. فكان 12 لعبت تقريبا 15 مباراه اساسي بقى كامله ويمكن اربع مباريات احتياطي وغبت مثلا ثلاث مباريات ما شاركتش فيهم انما ممكن يكون حصلت في الكاس مصر وفي الدوري هدف من الموسم الثاني بدات اجيب سبعه اول سنه دي لسه انت بتاخد خبرات لسه اول سنه
سنه اولى دوري ممتاز يعني وتعلمت كتير فيها، انما نجوم المنيا ما فيش شك يعني.